على العمل لاسترجاع أموال الشعب المنهوبة. وثمن الفريق استجابة جهاز العدالة لندائه بتسريع فتح ملفات الفساد، حيث تم تجسيد جانب مهم من المطالب المشروعة للجزائريين. وقال جيد صالح في كلمته خلال زيارته للناحية العسكرية الأولى بالبليدة، قال إن الجيش سيرافق الشعب ومؤسساته من خلال تفعيل الحلول الممكنة، ويبارك كل اقتراح بناء ومبادرة نافعة تصب في سباق حل الأزمة، أو في سياق أقول حل الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.